السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الدارسين والدارسات لمقرر ريادة الأعمال ترم ثالث قسم اللغة الإنجليزية، أهلا بيكم. معاكم دكتورة صابرين، وما زلنا بنستكمل المقرر بتاعنا، وهنتكلم في هذه المحاضرة عن الفصل الرابع. الفصل الرابع بعنوان توليد الفكرة الريادية ودراسة جدواها. يعني إيه توليد الفكرة الريادية؟ ويعني ايه دراسة الجدول؟ ده هيبقى مضمون الفصل بتاعنا. توليد الفكرة الريادية يعني ما هي المصادر اللي اقدر من خلالها احصل على فكرة تبقى هي اساس المشروع بتاعي وتبقى هي مصدر المشروع بتاعي. فهنعرف ايه المصادر اللي ممكن استغلها او استغل طبعا بعضها، مش كل المصادر، استغل بعضها في الحصول على فكرة للمشروع بتاعي. وهنعرف بقى ازاي بيتم بلورة الفكرة في عقل رائد الأعمال، ايه هي الخطوات اللي بيتم من خلالها بلورة الفكرة، ثم بعد ذلك دراسة الجدوى لهذه الفكرة. وهنعرف يعني ايه دراسة جدوى، وازاي بيتم الحكم على المشروع بتاعي، هل هيبقى مشروع ناجح ويحقق فعلا الأرباح المرجوة منه ولا هيبقى مشروع فاشل. فده اللي هنعرفه إن شاء الله في هذا الفصل. زي ما اتكلمنا قبل كده ان في بداية كل فصل عندنا في الكتاب بيبقى فيه قصة لرائد من رواد الأعمال. فعندنا القصة الخاصة بالفصل الرابع اللي احنا بنتكلم فيه تعتبر انعكاس لمضمون الفصل. يعني ايه انعكاس لمضمون الفصل؟ القصة دي بتتكلم عن أونيسيس الأسطورة. يعني ايه أونيسيس الأسطورة؟ أونيسيس ده كان شاب زي ما هو موصوف في القصة، كان شاب معدم. معدم يعني فقير جدا لدرجة انه لا يملك من الدنيا كلها الا 60 دولار، هما 60 دولار بس اللي معاه، دول رأس ماله. هو كان ابن لتاجر يوناني. التاجر ده كان ثري جدا بس خسر الثروة بتاعته، فقرر أونيسيس ان هو ينتقل للحياة في الأرجنتين. في الأرجنتين ليه اختارها بالظبط؟ ليه اختارها هي بالذات؟ يعني ما اختارش مثلا مكان تاني. هو كان عارف الظروف الاقتصادية السائدة في الأرجنتين، وكان عارف إن المستثمرين فيها بيبقوا معفيين من الضرائب، فقرر إن هو يروح يشتغل هناك. كان بيشتغل عامل للتحويلة في السكة الحديد، لكن السكة الحديد لكنه بقى قدر إن هو يستغل الفرص قدامه، وقدر ان هو يشتغل في مجال استيراد التبغ من اليونان للأرجنتين. وبعد كده اترقى شوية في الشغل بتاعه، فبقى نائب للقنصل اليوناني. واثناء بقى الشغلة بتاعته دي او الشغلانة بتاعته دي، كان بيشرف على السفن بقى اللي هي نقلة التبغ من اليونان للأرجنتين. ف أثناء وجوده في الميناء سمع، طبعا كان في الوقت ده كان العدوان الثلاثي وغلق قناة السويس، فسمع ان فيه بعض الشركات الكبرى هتبدأ ان هي تبيع السفن بتاعتها، لان بقى فيه كساد تجاري وكساد اقتصادي. ف الشركات الكبرى دي بدأت ان هي تبيع السفن بتاعتها، فهو سمع المعلومة دي فاستغلها. استغلها ازاي؟ هي هتبيعها لاني خلاص طريق التجاري مقفول، مفيش غير طريق رأس الرجاء الصالح، وده كان طريق صعب لبعض الشركات. فهو يعني استغل الفرصة دي وبدأ ان هو يشتري السفن اللي موجودة في الميناء اللي اصحابها فضلوا ان هم يبيعوها في الفترة دي، فاشتراها بمبلغ 120,000 دولار، وهي تمنها الحقيقي 21 مليون دولار. فاشتراها يعني بمبلغ 1% من تمنها الحقيقي، فده طبعا استغلال للفرص. وبدأ هو بقى اللي يقوم بعملية
نقل البترول ونقل البضائع باستخدام طريق رأس الرجاء الصالح، بدل ما كان مثلا الشحنة بتتنقل مثلا بأربعة دولارات بقت بتمانين أو بقت بستين دولار، $60، وبالتالي يعني بدأت الثروة أو ثروته تزيد، فأصبح عملية النقل الواحدة اللي بيقوم بيها ممكن يحصل من خلالها على 80 مليون دولار باستخدام طريق رأس الرجاء الصالح نتيجة لإغلاق قناة السويس في فترة العدوان الثلاثي. فده طبعا يعني شخص ذكي جدا، قدر ان هو يستغل الفرص اللي بتقع قدامه، وقدر وكان منصت جيد للأحداث اللي حواليه وعرف يستغلها أحسن استغلال. حتى يعني في حوار معاه كان بيتسأل عن سر نجاحه، ايه السر ورا النجاح بتاعه، جاوب بـ6 أسباب. أول حاجة، اعمل 20 ساعة في اليوم، يعني اشتغل 20 ساعة في اليوم، كن مستعد للمجازفة، دايما يبقى عندك حب المخاطرة، الصفات بقى والخصائص اللي احنا اتكلمنا عنها في الفصل الثاني، الخصائص الخاصة زي ما قلنا لابد ان هي تبقى متوفرة في رائد الأعمال، منها حب المخاطرة وطبعا المثابرة في سبيل تحقيق الهدف ده. كمان اعطي أذنا صاغية للهمس، أي همس يبقى حواليه اهتم بيه ودقق في كل حاجة بتتقال حواليك واهتم بيها. كمان قدم عروض مغرية، لا تنظر طويلا لتحقيق الانتصارات، أو لا تنتظر طويلا لتحقيق الانتصارات، يعني ما تستناش وقت طويل عشان تقدر تحقق النجاح، استمر في السعي وراءه مهما طال الزمن. في بقى السر التالت السادس أو السبب السادس وراء نجاحه، هي لو ارتكبت خطأ اعترف بيه وحاول على طول انك تصححه. فدي قصة أونيسيس، وزي ما قلنا دي مثال لكيفية استغلال الفرص، وازاي ان مشكلة موجودة في البيئة حواليه قدر ان هو يستغلها احسن استغلال، وده يعتبر مصدر من المصادر اللي هنتعرف عليها بعد شوية عن مصادر الحصول على أفكار للمشروع الريادي بتاعنا. طيب في هذا الفصل بقى هنتناول مجموعة من النقاط المهمة، أولها هنعرف ما هي المعايير اللي أقدر من خلالها أحكم على الفكرة بتاعتي بأنها فكرة جديدة وتعتبر فرصة لبدء الأعمال. تاني حاجة هنتكلم عنها ما هي مصادر الحصول على الفكرة الإبداعية. تالت نقطة، إيه هي الآلية اللي أقدر من خلالها أبلور بقى الفكرة بتاعتي بعد ما قدرت أوصل لها، إزاي أبلورها وأصيغها بطريقة جيدة بحيث أبدأ في عمل بقى الخطة بتاعتي وعمل دراسة الجدوى بتاعتي. بعد كده هنتكلم عن أساليب تنمية قدرات رائد الأعمال، إيه هي الأساليب اللي أقدر من خلالها أو إيه هي الأساليب الإبداعية اللي أقدر من خلالها أنمي قدرة رائد الأعمال على توليد الفكرة الإبداعية. خامس نقطة، دراسة الجدوى. دول الخمس نقاط اللي هنتكلم عنهم في الفصل الرابع. هنبدأ بأول نقطة عندنا، وهي ما هي المعايير اللي من خلالها أقدر أحكم على الفكرة بتاعتي واعتبرها فرصة لبدء العمل. أول حاجة عوامل السوق، تاني حاجة الميزة التنافسية، اقتصادية الفكرة، الاقتناس والتحمس لها والصبر على تحقيقها، كمان عدم وجود عقبة كبيرة في تحويل الفكرة لنموذج أعمال، وهنتعرف على نموذج أعمال كانفاس وهنعرف إيه الخطوات بتاعته. ونموذج أعمال كانفاس ده لما هنيجي نتكلم عنه هو نموذج جاهز، يعني ممكن الشخص اللي ما بيعرفش يعمل دراسة جدوى أو ما عندهوش الخبرة يقدر يستخدم هذا النموذج كشكل مبدئي لدراسة الجدوى، فده برضو نموذج مهم هنتعرف عليه
في نهاية الفصل إن شاء الله. أولا عوامل السوق. إيه هي عوامل السوق؟ إن لابد إن المنتج بتاعي أو الخدمة اللي أنا بقدمها، طبعا قلنا إن تبقى إبداعية وجديدة ومبتكرة، واتكلمنا كتير جدا عن خصائص الواجب توافرها في الفكرة بتاعتي عشان أقول ده مشروع ريادي، إن تكون الفكرة جديدة ومبتكرة وليها جدوى وملائمة وتكون ليها قيمة عن الفئة المستهدفة منها زي ما اتكلمنا قبل كده. فهنا عوامل السوق، لابد إن المنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمها تلبي احتياجات الناس أو يكون ليها طلب في السوق، ولما أقدمها في التوقيت الصحيح، مش أقدمها بعد انتهاء وقتها. زي مثلا الموضة، مثلا نظام الموضة في الملابس أو في أي شيء. لما أجي مثلا ستايل معين في اللبس، ده الموضة السنة دي، أجي السنة الجاية أنا ما قدمتهوش في الفترة بتاعته، أجي السنة الجاية أقدمه، خلاص مش هيبقى عليه طلب، لأن هيبقى فيه ستايلات تانية طلعت جديد. فهنا عشان أقول إن المنتج أو عوامل السوق، أشوف السوق بتاعي محتاج إيه دلوقتي وأقدمه في التوقيت الصح، يبقى العملاء محتاجين إيه وإمتى التوقيت الصح اللي أقدر أقدم فيه هذا المنتج. كمان تاني نقطة، الميزة التنافسية، إن يكون المنتج بتاعي ليه ميزة تنافسية. زي ما اتكلمنا برضو في نقطة سابقة، إن دي مشكلة من المشاكل اللي ممكن تواجه المشروعات في بدايتها، إن ما يكونش عنده قدرة على التنافس مع المشروعات الأخرى الشبيهة ليه أو اللي هي في نفس التصنيفة بتاعته. فهنا لابد إن المنتج بتاعي يكون ليه ميزة تنافسية، لأن لو العملاء شافوا إن المنتج بتاعك ده بيتميز عن أو بيتميز بمجموعة من الصفات بالمقارنة بالمنتجات الأخرى، طبعا هيقبلوا على شرائه وهيبقى عليه طلب. إذن فالميزة التنافسية دي برضو معيار مهم أقدر أحكم من خلاله على الفكرة بتاعتي. كمان اقتصادية الفكرة، إن الفكرة تكون مجزية، مجزية من الناحية المالية، يعني يكون ليها ربح كبير وأقدر أحقق ثروة من خلاله، وإلا هيبقى لازمتها إيه؟ فلازم تكون الفكرة أيضا أو المنتج بتاعي يكون مجزي من الناحية المالية. رابع نقطة عندي، الاقتناص والتحمس للفكرة، الاقتناع والتحمس للفكرة والصبر على التحديات. هنا لابد أن يكون هناك توافق ما بين رائد الأعمال والفرصة، زي ما اتكلمنا في قصة أونيسيس، إزاي يقدر يقتنص الفرص اللي موجودة قدامه، وإزاي يكون عنده صبر على تحقيق الهدف بتاعه وتحقيق الحلم بتاعه. وعندنا مثال لده، عندنا ريتشارد برنسون، ده راجل أعمال بريطاني، كان عنده فكرة إن هو حابب إن هو يعمل رحلات فضائية. طبعا دي فكرة جديدة ومبتكرة، فهو ثابر من أجل تحقيق هذه الفكرة، وكان متحمس ليها بدرجة كبيرة جدا، وبالفعل قدر إن هو ينظم لهذه الرحلات، وقدر إن هو ينفذ هذه الرحلات بشكل جيد، وأسس شركة ليه خاصة بتنظيم رحلات فضائية للأفراد في نهاية العقد الحالي. عندما وجود عقبة كبيرة في تحويل الفكرة لنموذج أعمال، من المهم النظر لنقاط الضعف المتوقعة في إعدادك لفكرة. إيه نقاط الضعف اللي ممكن تواجهني؟ إيه المخاطر اللي ممكن تواجهني؟ وأبدأ أخطط إزاي هقدر أواجه كل نقطة ضعف أو كل خطر ممكن يواجه الفكرة بتاعتي. لأن المهم، مش المهم إن العمل يكون كبير في البداية، زي ما كلمنا برضو قبل كده، إن العمل يكون كبير أو ضخم أو متألق في البداية، وبعد شوية أبدأ أفشل نتيجة للعقبات والمشاكل اللي بتواجهني، لأن أنا ما عملتش حسابها من البداية. فهنا لا، مهم ان انا اعرف ايه المشاكل او ايه العقبات اللي ممكن تواجهني في سبيل تحقيق هذه الفكرة وتنفيذها على ارض الواقع، وابدأ استعد لها. لان زي ما قلنا، مش مهم نجاح المشروع في البداية، لكن مهم ان هو يستمر، الموضوع او المشروع بتاعي يستمر.
فعشان يستمر لابد ان انا اكون مخططه له تخطيط جيد، بما فيه طبعا ان انا احدد ايه المخاطر وايه العقبات اللي ممكن تواجهني وازاي اقدر احل هذه الايه العقبات. دول الخمس معايير اللي اقدر احكم من خلالها على الفكرة بتاعتي. يبقى عندنا معيار السوق، معيار القيمة التنافسية للمشروع بتاعي، معيار اقتصادية الفكرة وازاي او مدى ربحية الفكرة بتاعتي، ايضا الصبر والتحمس من اجل تحقيق الهدف، وعدم وجود عقبات في تحويل الفكرة لنموذج اعمال. هنبدأ ندخل بقى في النقطة التانية عندنا، وهي مصادر الحصول على الفكرة الريادية. قبل ما نتكلم عن هذه المصادر، عندنا مجموعة من الإرشادات المهمة لابد إن احنا ناخدها بعين الاعتبار. إيه هي هذه الإرشادات؟ إن الفكرة ممكن تكون أقرب مما تتخيل، يعني ما تستبعدش الفكرة، لأ ممكن تبقى قدام عينيك بس محتاجة منك شوية تدقيق وشوية صبر علشان تقدر انك توصلها. يبقى الفكرة اقرب مما تتخيل، دايما نحط في اعتبارنا كده، ما نستبعدش وما نستصعبش ان احنا نحصل على فكرة للمشروع بتاعنا، لا نبدأ ان احنا نحط في اعتبارنا ان ممكن بحاجة بسيطة جدا الفكرة تظهر لي او الفكرة تبقى قدام عيني. تاني حاجة، استمع باهتمام وناقش كثيرا، وقلنا مثال على ذلك اللي هو رجل الأعمال صاحب القصة بتاعتنا في الفصل الرابع، وهو أونيسيس، وإزاي هو كان شخص عنده قدر عالي من الإنصات لما يدور حواليه، وإزاي هو قدر إن هو يستغله بشكل جيد بحيث حول مسار حياته 180 درجة. أيضا نكرر أن الأساس في أي فكرة مهما كان مصدرها هو وجود حاجة إليها. يبقى لابد أن أنا أشوف احتياجات الناس إيه، لابد أن أنا أبحث في إيه المشاكل الموجودة عند الناس، إيه الصعاب اللي بيواجهوها، وأبدأ أشوف المشاكل دي وهي دي ممكن تبقى مصدر الفكرة عندي، وأبدأ أبحث بقى عن حلول عن ليها من خلال المشروع اللي أنا هقوم بيه. إذا فدي مجموعة من الإرشادات اللي ممكن تساعدني إن أنا الفكرة أقرب مما تتخيل، إني أستمع باهتمام وناقش كثيرا، كمان إني لابد إن أنا أشوف ما هي احتياجات الناس وأبدأ أبحث فيها. إيه هي بقى المصادر اللي ممكن أستغلها في توليد أفكار للأعمال الصغيرة؟ أول حاجة، الحاجة أم الاختراع. في حاجات معروفة ومحددة بيطلبها الناس بشكل مباشر ونقدر ان احنا نتعرف عليها بسهولة، وفي حاجات كاملة يجب السعي الى اكتشافها. عندنا مثال، يعني كل الصور الموجودة قدامكم دي مثال لأفكار إبداعية وبتحل مشاكل كتير عند الناس. ايضا في مثال اخر، كان طالبة في مسابقة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، قدمت ايه في المسابقة دي؟ قدمت فكرة عباية مكيفة للتهوية من شدة احساسها بالحر. عارفين طبعا ان دول الخليج طبعا بما فيهم السعودية، دول البلاد يعني دايما بتعاني من درجة حرارة مرتفعة، او عندهم دايما درجة الحرارة بتبقى مرتفعة، فهي فكرت في الفكرة دي ان تبقى في عباية مكيفة. ايضا اختراع الخاص بصابر بهيتا اللي هو اول صندوق بريد الكتروني اللي هو الهوت ميل. كان صابر بهيتا كان بتواجهه مشكله ان هو كان عايز يتواصل مع زميله، بس في نفس الوقت كان صاحب العمل محذره من استخدام شبكه الانترنت الخاصه بالشركه الداخليه الخاصه بالشركه. طب هيعمل ايه عشان يتواصل مع زميله وهو في قسم تاني؟ فبدأ يفكر في فكره البريد الالكتروني اللي هو الهوت ميل، وبدأ يعمل او يبعت رسائل لزميله من خلال هذا البريد. طبعا عندنا زي ما قلنا الصور اللي قدامنا ده مثال لافكار ابداعيه بتحل مشاكل كتير، منها مشكله مثلا المساحه الضيقه مثلا في المنزل، لو
مشاكل خاصة بالمعاقين، مشاكل خاصة بالأطفال، فنقدر نستغل الفرص الموجودة قدامنا ونشوف احتياجات الناس ايه ونقدر نشتغل عليها. يبقى أول حاجة عندنا الحاجة أم الاختراع. تاني حاجة أنا ومنطقتي، بيئتي، الحي، القرية اللي أنا بعيش فيها، أي المكان اللي أنا عايش فيه. إما إن أنا أستغل مثلا حاجات ناقصة في البيئة بتاعتي وأبدأ أسد احتياجاتها، زي مثلا لو في نقص مثلا في ما فيش سوبر ماركت في المنطقة اللي أنا فيها، سوبر ماركت كبير مثلا، فممكن دي تبقى فكرة بالنسبة لي. لو ما فيش مخبز، لو ما فيش مثلا ورشة نجارة، لو ما فيش مثلا مستوصف أو عيادة، ما فيش مثلا مكتب للمحاماة، فأدور إيه جوانب النقص اللي موجودة في البيئة بتاعتي وأبدأ أفكر في مشاريع لسد هذه الإيه الاحتياجات. تاني حاجة التصدير، إن أنا ممكن أشوف البيئة بتاعتي مشهورة بإيه، إيه الثروة اللي موجودة في البيئة بتاعتي، وأبدأ أصدر أو أشتغل في التصدير. زي مثلا وجود المانجا في الإسماعيلية، مشهورة بالمانجا، أو السمك مثلا في اسكندرية، أو السجاد في أخميم، أو الأساس في دمياط، فأبدأ أصدر تصدير داخلي، مش شرط تصدير خارجي، يعني أصدر تصدير خارجي إن المحافظة بتاعتي مثلا مشتهرة بكذا، فأبدأ إن أنا أصدره للمحافظات الأخرى. زي دمياط مثلا مشتهرة بالأساس، فأبدأ إن أنا أصدر الأخشاب أو الأساس للمحافظات الأخرى، أو مثلا المانجا زي ما قلنا في الإسماعيلية، سمك في اسكندرية إلى آخره. فأبدأ أشوف ايه هي مصادر الثروة اللي موجودة في البيئة بتاعتي وابدأ ان انا استغلها في عملية مثلا التصدير الداخلي او عملية الاستيراد، ان انا اشوف المنطقة بتاعتي بتفتقد ايه وابدأ اعمل عملية استيراد داخلي، برضو اشوف المحافظة المشهورة بالعنصر الناقص في البيئة بتاعتي وابدأ ان انا اعمل له عملية استيراد من المحافظة اللي موجود فيها للمحافظة بتاعتي او للبيئة بتاعتي. الثروة، أي مورد طبيعي بيستخدم سواء بشكل مباشر أو بيستفاد منه لتوليد عناصر أخرى للثروة، زي مثلا الأراضي، ممكن تبقى أرض زراعية، ممكن تبقى بنى، ممكن تبقى صحراء، النخيل والصناعات بقى المترتبة عليه، فده عنصر ثروة ممكن أولد منه صناعات أخرى و مصادر أخرى أو عناصر أخرى للثروة. ده بالنسبة لي أنا ومنطقتي، يبقى إما إن أنا أسد حاجة ناقصة موجودة في المنطقة بتاعتي من خلال بقى عملي، أو إن أنا أصدر لو البيئة بتاعتي مشتهرة بحاجة، أو إن أنا أستورد، أو إن أنا أستغل عنصر الثروة الموجود بتاعي سواء في صناعة مباشرة، إن من هذا العنصر للصناعات المباشرة على طول، زي مثلا لو انا المنطقه بتاعتي فيها اراضي زراعيه كتير، فدي ممكن استغلها في عمليه الزراعه، او ان انا استغل مثلا حاجه موجوده عندي في البيئه وادخلها في صناعات اخرى. اذا فتاني نقطه عندنا وتعتبر مصدر مهم من مصادر الحصول على فكره رياديه، المنطقه بتاعتي وما فيها. هوايتي، ايه الهواية اللي انا بحبها او ايه الهواية اللي بحب ان انا امارسها باستمرار، مثلا لو رسم لوحات فنية، او مثلا تعليم الغطس لو انا حابب السباحة، فده اعمل مشروع ان انا اعلم السباحة والغطس. ايضا المحافظة على الحرف التراثية او تطوير التقليدي منها، زي مثلا تصنيع ملابس من التلي، نرجع تاني للبس بقى من التلي، ودي خامة بتصنع يدويا وبدقة شديدة. أيضا الأساس من الخوص، كلنا دلوقتي يعني شايفين الصناعة دي منتشرة دلوقتي، اللي هي الكراسي اللي من الخوص والترابيزات، وممكن تتحط في الجنينة، ممكن تتحط في البلكونات وهكذا، خشب النخيل. أيضا الصناعات الفخار دي برضو من الصناعات أو الحرف التراثية، فنقدر إن احنا نحييها دلوقتي. دلوقتي بقينا نشوف مثلا الطواجن
اللي هي على شكل صواني او على شكل كمان حلل فخار بالغطا بتاعها، فنقدر نحيي هذه الحرف التراثية من جديد، وبطرق بطرق مبتكرة نقدر ان احنا نستغلها مرة اخرى. كمان تقليد المستورد، يعني لو حاجة مستوردة بدل ما انا استوردها وادفع مبالغ كتير في عملية الاستيراد والجمارك وكل ده، ممكن انا اصنعها في البلد بتاعتي، اقلدها في البلد بتاعتي. تمام. وكتير من ده بقى يعني نقدر نشوفه زي مثلا البلاستيكات، زي مثلا اللي هي الحاجات التركية اللي ظاهرة دلوقتي في المجتمع، فنقدر ان احنا بدل ما نستوردها مثلا من تركيا، نقدر ان احنا نعمل مصانع تقوم بنفس الايه او تقدم نفس المنتجات دي. فتقليد المستورد ده برضو من الافكار اللي ممكن نلجأ ليها. مجال دراستك او خبرتك، مجال الدراسة بتاعتك ايه؟ لو انت طبيب مثلا، افتح عيادة، مستوصف، قدم استشارات طبية على مثلا الهاتف، او اعمل لك موقع مثلا الكتروني. فشوف المجال بتاع الدراسة بتاعك واستغله. مثلا لو احنا بندرس اللغة الانجليزية، فاقدر اعمل مثلا مكتب ترجمة، اقدر اعمل مكتب ترجمة، اقدر مثلا اشتغل مترجم لمثلا سفارة معينة، او مثلا لشركة معينة وهكذا. فشوف مجال الدراسة بتاعي ايه وابدأ ان انا استغله، وابدأ ان انا اشتغل فيه لو انا حابب الشغل في مجال الدراسة بتاعي. كمان مشروع التخرج بتاعك ممكن ناخده على انه هو ده فرصة بقى للمشروع بتاعي. انا عملته كمشروع عشان اتخرج، لكن ممكن ان انا استغله ده يبقى مشروع الحياة بالنسبة لي، زي مثلا عمل تطبيقات على المحمول، زي ما شفنا في التطبيق الخاص بي اطلب. ده يعني كان طالب في كلية هندسة وعمل هذا التطبيق على الموبايل عشان يوفر حاجة عند الناس أو يقدم قيمة معينة للناس، فأقدر من خلال مشروع التخرج أستغله، ويبقى ده هو زي ما قلنا مشروع الحياة بتاعي أو المشروع الريادي بتاعي. مقترحات الأهل والمعارف دي برضو لابد يعني إن احنا ناخدها بعين الاعتبار، ما نهملهاش. نشوف أهلنا بينصحونا بإيه، نشوف المعايير برضو ايه هي المشاكل الموجودة عندهم. الجيران مثلا ايه المشاكل اللي بيعانوا منها مثلا خاصة بالمنطقة، فنبدأ ان احنا نستغل ده في الوصول لأفكار لمشاريع ريادية. فدايما على طول يبقى نسأل، ودايما نستمع او نبقى مستمعين جيدين لكل الاحداث اللي بتحصل حوالينا، وازاي نقدر ان احنا نستغل هذه الاحداث. كمان توجيهات بقى الجهات المساعدة، في جهات رسمية ممكن لو انت بقى ما عندكش، مش قادر تستغل كل الفرص اللي احنا قلناها دي وكل المجالات اللي احنا قلناها، ممكن نلجأ للجهات المساعدة زي مثلا الصندوق الاجتماعي للتنمية. بيبقى عندهم بنوك للأفكار، ممكن ان انت تحصل او تشوف هذه الأفكار وتشوف الفكرة المناسبة ليك والمتفقة مع رغباتك، وان انت تبدأ ان انت تشتغل فيها. فنقدر ايضا نلجأ للجهات المساعدة او حاضنات مثلا الأعمال. حاضنات الأعمال بيبقى برضو عندهم أفكار، او ان انت لو انت عندك الفكرة وما عندكش التمويل الكافي لتمويل هذه الفكرة وتنفيذها على أرض الواقع، ممكن تلجأ لحاضنات الأعمال. حاضنات الأعمال يعني زي الحضانة كده، بتتعامل معاك على إنك طفل وليد، وتبدأ إن هي ترعاك لحد ما تقف على رجليك. فهي حاضنة الأعمال بتبقى كده برضو، إن بتاخد المشروع بتاعك وبتدرس دراسة الجدوى اللي انت جايبها والخطة الأعمال بتاعتك، تدرسها كويس، ولو لقيت المشروع مربح بتبدأ إن هي بقى تحتضنك. تحتضنك يعني ايه؟ ان هي تبدأ ان هي تمول المشروع بتاعك، توفر لك كل الاحتياجات اللي انت محتاجها، رأس مال مثلا، ادوات، آلات، تبدأ ان هي توفر لك كل
مكان مثلا، لو انت مش لاقي مكان للمشروع بتاعك تعمل عليه المشروع بتاعك، ممكن توفر لك المكان. فبتشوف ايه هي الاحتياجات اللي انت محتاجها من المشروع بتاعك وتبدأ ان هي توفرها لك. فده مصدر مهم برضو. مشروع العيلة، يعني مشروع العيلة طبعا اتكلمنا عن أمثلة زي ساويرس وزي محمود العربي. فنشوف العيلة ايه المشروع الموجود عندنا في العيلة، او الاب ايه الشغلانة بتاعته او المشروع بتاعه، وممكن انا بقى اطور فيه كابن. يعني مش شرط ان انا اشتغل فيه بنفس النمط ونفس الاساليب القديمة، لا انا ممكن اشتغل فيه واطور بقى فيه بطريقة ابداعية ومبتكرة. وعندنا مثال لده، كان في مستثمر ده صاحب تلاجة للموز، تلاجة للموز. فالتلاجة دي كانت بتشتغل فترة معينة في السنة وباقي السنة بتبقى فاضية، محدش كان بيجي يحفظ فيها الموز بتاعه أو بيطلبها عشان حفظ الموز. فكان المستثمر ده كان بيعاني، لأن هي شهرين ثلاثة في السنة وباقي السنة فاضية. فابنه كان دارس تسويق ودارس تجارة، فقدر إن هو يسوق للتلاجة دي إلكترونيا. وبدأ أو يعني عمل لها إعلانات وتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ إن هو يعمل لها دراسة جدوى، وبالفعل بقت التلاجة مليانة طول السنة طول السنة وهي مليانة. فقدر يطور مشروع العيلة، يعني قدر يطور المشروع بتاع والده ويتعامل معاه بطريقة مبتكرة. فده برضو مثال مهم ان احنا نقدر نستغل مشروع العيلة ونقدر ان احنا نشتغل فيه ونطور فيه بطريقة ابتكارية. عندنا بقى عمل حر مستقل مع الغير. عمل حر مستقل مع الغير ده برضو مصطلح مهم جدا، بنسميه المتعاقد المستقل. مين هو المتعاقد المستقل؟ المتعاقد المستقل ده شخص مش شغال عند حد، يعني ولا هو موظف في شركة ولا عامل في مكان معين، لا، لكن عنده خبرة في مجال معين، وفي نفس الوقت ما عندهوش مشروع خاص. يبقى المتعاقد المستقل شخص مش شغال عند حد ولا عنده مشروع خاص، لكن عنده خبرة في مجال معين. زي مثلا عندنا المهندس المعماري، ممكن انت كمهندس معماري انت ما عندكش الشركة بتاعتك ومش شغال عند حد او مش شغال في شركة معينة كموظف، لكن بتعمل ايه؟ بتقدم تصميمات لعدد من المكاتب. انت كده اسمك متعاقد مستقل، ان انا بقدم تصميمات لمكاتب معينة في مقابل اجر معين. او مثلا لو انت مترجم، ممكن تتعاقد مثلا مع سفارة معينة، حسب بقى انت مترجم لأي لغة، فبتتعاقد مع هذه السفارة. فانت اسمك هنا متعاقد مستقل، لانك انت مش موظف في هذه السفارة ولا عندك مكتب الترجمة الخاص بيك، انت بتشتغل من بيتك. فبتبدأ تتعاقد مع هذا المكان وتقدم له الشغل بتاعك في مقابل المبلغ المالي ان انت او المتفق عليه ما بين الطرفين. فده اسمه متعاقد مستقيم، انت شغلك حر. عندنا بقى حاجة تانية اسمها تغذية من الباطن. ايه التغذية من الباطن؟ هندي مثال بسيط. التغذية من الباطن لو مثلا في شخص مقاول مثلا مستلم عمارة، المفروض هيسلمها متشطبة، يعني هو مستلمها على الطوب الأحمر، المفروض ان هو او مستلمها كمان ارض مثلا، المفروض ان هو يسلمها متشطبة لصاحب هذه العمارة. فانت كده اسمك ايه؟ اسمك متعاقد مستقل، انت مقاول، اسمك متعاقد مستقل. طيب لو انت جبت مثلا سباك، المقاول ده جاب سباك، جاب مثلا نجار، جاب مثلا شخص بتاع بناء، جاب مثلا كهربائي، كل دول اسمهم تغذية من الباطن. ليه تغذية من الباطن؟ هم شغلهم مع الوسيط اللي هو المقاول، لكنهم ما بيشوفوش صاحب العمارة
او صاحب الشغل او ما بيتعاملوش معاه بشكل مباشر، فده اسمه تغذية من الباطن. هما التعامل المباشر بتاعهم مع المقاول، المقاول بقى بيتعامل مع صاحب العمارة وبيتعامل معاهم، تمام؟ فده تغذية من الباطن، انك بتصنع مثلا اجزاء معينة وتوردها لمصانع معينة بدون ما تشوف صاحب المصنع، انت بتتعامل مع وسيط في هذا المصنع. وزي المثال اللي قلنا عليه اللي هو فكرة المقاول والعمال بقى اللي بعد كده او المهندسين اللي بعد كده، سواء في مجال الكهرباء، في مجال مثلا النجارة، في مجال مثلا النقاشة، في اي كل بقى الايه المجالات اللي هتبدأ تساعدني في تشطيب هذا الايه البناء او هذه الايه العمارة. فدي اسمها تغذية من الباطن، ان بيبقى انت طرف مش ملكش علاقة بصاحب الشغل، لكن في وسيط ما بينكم، ما بين صاحب الشغل وما بينك كشخص بيقدم خدمة معينة. اختراع بقى او ابتكار جديد، ان انت بقى ولا يعني سيبك من كل المصادر اللي احنا قلناها دي، وان انت تبدأ تقدم مخترع جديد او فكرة جديدة مبتكرة محدش سبقك ليها قبل كده. الإصغاء وتحليل تعليقات الإنترنت دي برضو مصدر مهم نقدر نستغله في الحصول على أفكار. مواقع بقى التواصل الاجتماعي والمشكلات والشكاوى والمقترحات من الناس، فدي كلها دايما نفتح صفحة الفيسبوك نلاقي كم، فنقدر ان احنا نستغل هذه الشكاوى وهذه المشكلات وهذه المقترحات ونعتبرها مصدر للحصول على أفكار لمشاريع صغيرة أو مشاريع ريادية. استقصاء الشارع، إن أنا أحصر أفكار المشروعات غير المتوفرة في المنطقة بتاعتي وأبدأ أستفيد منها، مش شرط المنطقة بتاعتي، ممكن مثلا أعمل المشروع ده في منطقة تانية بتفتقر مثلا لو أنا مثلا هعمل صيدلية مثلا، فشوف منطقة حتى لو مش منطقتي زي ما قلت، اشوف مناطق اخرى بتفتقر لوجود مثلا صيدليه وابدا ان انا اشتغل في المشروع ده، او مناطق اخرى بتفتقر مثلا لوجود مخبز للعيش وابدا ان انا استغلها. يعني مش شرط المنطقه بتاعتي، ممكن تكون المنطقه بتاعتي ما فيهاش مشاكل وكل شيء متوفر فيها، فابدا اشوف المناطق المجاوره وابدا ان انا افتح مشروع فيها. فدي كلها مصادر اقدر استغلها لتوليد الفكرة الريادية. هنبدأ بقى آلية بلورة الفكرة في عقل رائد الأعمال، اللي هي مراحل عملية الإبداع. هل الإبداع بيتم فجأة بشكل مفاجئ، أبص تلاقي الفكرة اللي جت في دماغي وزي ما بنقول كده حتة الإلهام، يعني فجأة بينزل الإلهام على الشخص فيبدأ إن هو يفكر بشكل إبداعي ويبدأ يديه فكرة إبداعية؟ لا، في الحقيقة لا، عملية الإبداع بتتم وفق مجموعة من المراحل المهمة جدا إحنا ما بنشوفهاش، لكن بنشوف المنتج، بنشوف الفكرة في النهاية، لكن الفكرة دي ما ظهرتش فجأة، ولا ظهرت نتيجة للإلهام، ولا ظهرت نتيجة لقوة خفية زي ما بعض الناس بتقول إن الإلهام نزل عليه، او مثلا لا ده في ده بيتميز بقوة خفية مختلفة عن باقي البشر. لا، الابداع بيمر بمجموعة من المراحل. اول مرحلة فيها هي توليد الفكرة. توليد الفكرة انا بشوف المصادر اللي انا اتكلمت فيها او اللي اتكلمنا فيها قبل شوية، وابدأ اشوف استغل او اطلع فكرة من اي مصدر من هذه المصادر اللي اتكلمنا عنها. أبدأ بقى أشوف الفكرة دي وأبدأ أحط المشكلة اللي أنا وصلت لها دي بدائل للحل. مثلا لو أنا عندي نقص مثلا في المنطقة بتاعتي في وجود مثلا صيدلية مثلا، فدي تبقى المشكلة الموجودة عندي. أبدأ بقى، يبقى أنا كده حددت المشكلة إن في نقص في وجود صيدلية، يعني لو حد تعب فجأة، لو حد مثلا بالليل حد تعب فما اقدرش
اوصل للدواء الا مثلا ما امشي مسافة بعيدة، او ان انا اسافر لمنطقة بعيدة عشان اقدر احصل على الدواء. فدي المشكلة. بعد تاني خطوة اللي هو البحث وجمع المعلومات علشان احل هذه المشكلة، ان انا ابدأ اشوف اجمع معلومات. طب فين المكان المناسب اللي ممكن اعمل فيه هذه الصيدلية؟ طيب مين اللي هيدير هذه الصيدلية؟ هل انا شخص متخصص؟ هل انا صيدلي فانا اللي هديرها، ولا هبدأ استعين مثلا بحد هيدير الصيدلية؟ اشوف مثلا دكتور متخصص في الصيدلة فيبدأ ان هو اللي هيبقى هيتعامل مثلا مع شركات الأدوية، وهو اللي هيبدأ لأن هو اللي فاهم في المجال ده، ولا أنا عندي هذه الخبرة؟ فأبدأ أجمع معلومات وأبدأ. طيب إيه هي شركات الأدوية أصلا اللي هتعامل معاها؟ طب مين هو الوسيط أو مين اللي هيوصلني لهذه الشركات؟ فأبدأ أعمل عملية بحث وجمع شامل للمعلومات الخاصة بحل هذه المشكلة. تاني حاجة بقى الحاضنة، أو بنسميها مرحلة الاحتضان، إن أبدأ خلاص أنا حددت المشكلة بتاعتي وبدأت أحط حلول ليها وجمعت معلومات، فأبدأ بقى أسيب الفكرة دي شوية، يعني أركنها شوية على جنب. أركنها شوية على جنب بمعنى إن أنا مش بركنها شوية على جنب، مش معناها إن أنا سبت الفكرة، لا انا سبتها بشكل مؤقت، يعني ما اتكلمتش فيها بشكل مؤقت، لكن ما زال العقل اللاواعي الداخلي عندي منشغل بهذه الفكرة. بعد كده بندخل في مرحلة تانية وهي مرحلة الاستنارة العقلية. مرحلة الاستنارة العقلية بيبدأ بقى يظهر الحل بشكل مفاجئ. هو مش بشكل مفاجئ زي ما قلنا، هو في مراحل كانت سابقة عليه اللي هي مرحلة تحديد المشكلة وتوليد الأفكار، ومرحلة جمع المعلومات والبيانات، ومرحلة الاحتضان اللي هي بنسميها نزهة عقلية، إن أنا بتوقف بشكل مؤقت عن التفكير في المشكلة، لكن زي ما قلنا العقل اللاواعي شغال فيها أو شغال عليها. بتبدأ بقى بعد كده مرحلة الاستنارة العقلية اللي هو ظهور الحل المفاجئ، ان خلاص المكان المناسب هو هيبقى كذا، اللي هيدير الصيدلية هيبقى الشخص الفلاني، الشركات هي كذا وكذا، فخلاص حددت كل حاجة. أبدأ بقى المرحلة الأخيرة في مراحل العملية الإبداعية وهي التحقق. التحقق ده ان انا بحكم على الحل بتاعي ده، الحل ده فعلا هيبقى ملائم فخلاص بقبل هذا الحل. طيب الحل مش ملائم او محتاج بعض التعديلات، فابدا اراجع المراحل السابقه واشوف المشكله عندي كانت في اي مرحله منهم. هل في مرحله تحديد المشكله ذاتها، ولا في مرحله اعداد المعلومات وجمع البيانات، ولا في مرحله الاستناره العقليه، ولا في اي مرحله بالظبط؟ او ان انا ارفض هذه الفكره تماما وارفض هذا الحل تماما، وابدا بقى افكر في حل جديد او في فكرة بديلة. فانا عندي في مرحلة التحقق 3 قرارات ممكن اخدهم، اخد اي واحد فيهم، اما ان انا اقبل الحل بتاعي واقبل الفكرة وبالتالي ابدأ بقى اطبقها على ارض الواقع، او ان انا اعدل في الفكرة واشوف المشكلة كانت في اي مرحلة من المراحل السابقة وابدأ اعدلها، او ان انا ارفض الفكرة تماما وبالتالي هبدأ بقى من أول مرحلة إن أنا أبدأ أدور على فكرة جديدة، وأبدأ أمشي بقى بالمراحل دي مرة أخرى، إن أنا أفكر فكرة جديدة وأبدأ أجمع معلومات حواليها وأبدأ في عملية الاستنارة أو في عملية النزهة العقلية أو الاحتضان، وأبدأ في عملية الاستنارة العقلية ثم التحقق مرة أخرى وبنفس الشروط. التحقق مرة أخرى إما إن أنا أقبل أو أعدل أو أرفض تماما. ده بالنسبة لآلية بلورة الفكرة في عقل رائد الأعمال. يبقى اتكلمنا عن مرحلة توليد الفكرة، اتكلمنا عن مرحلة الإعداد، ومرحلة الحضانة أو مرحلة النزهة العقلية بنسميها النزهة العقلية، ومرحلة الاستنارة العقلية اللي هي ظهور الحل بشكل مفاجئ، ومرحلة التحقق إما إن أنا أقبل الفكرة او ان انا اعدل فيها او ان انا ارفضها تماما وبالتالي ابحث من جديد عن
فكرة أخرى. بكده نكون اتكلمنا في هذه المحاضرة عن معايير اعتبار الفكرة الجديدة فرصة لبدء الأعمال، واتكلمنا عن مصادر الحصول على الفكرة الريادية، واتكلمنا عن آلية بلورة الفكرة في عقل رائد الأعمال. إن شاء الله هنستكمل الفصل الرابع في المحاضرة التالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.